النهاردة كمان اليوم العالمي للمتاحف اللي بيكون فرصة نتعرف فيها على المتاحف ونزيد من الوعي بدورها في التنمية الثقافية للمجتمع. بالمناسبة دي تم السماح بالدخول المجاني لما يقرب من 20 متحف لجميع المصريين. ده بيجي في الوقت اللي بنشوف فيه اهتمام كبير بتطوير المتاحف القديمة. كمان بعد وقت قصير إن شاء الله هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هيكون حدث عالمي يلقي الضوء على الحضارة المصرية العريقة. يعد اليوم العالمي للمتاحف حدثا دوليا يقام سنويا في 18 من مايو بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف ليسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي. فأنشأ المجلس الدولي للمتاحف اليوم العالمي للمتاحف في عام 1977 وتختار المنظمة موضوعا مختلفا لهذا اليوم كل عام وتشمل بعض الموضوعات العولمة والشعوب الأصلية وسد الفجوات الثقافية والاهتمام بالبيئة. فأصبح اليوم العالمي للمتاحف أكثر شعبية بشكل متزايد منذ انطلاقه مع مشاركة 20,000 متحف في أكثر من 90 دولة في يوم المتحف العالمي لعام 2009. وفي عام 2012 قفز عدد المتاحف المشاركة إلى 30,000 في 129 دولة. وفي ذلك اليوم تكون أعداد زوار المتاحف أكبر في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى بسبب الزيارات الإلكترونية وأكثر من ذلك، فيوجد الآن عدد أكبر من الأشخاص الذين يدرسون التاريخ على مستوى الشهادات أكثر من أي وقت. كما يوفر اليوم العالمي للمتاحف أيضاً الفرصة لأمناء المتاحف لمقابلة الجمهور وتنبيههم إلى التحديات التي تواجهها المتاحف وزيادة الوعي العام بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية المجتمع، كما أنه يشجع الحوار بين المتخصصين في المتاحف. وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي موضوعاً معين لهذه المناسبة. تحتفل المتاحف المصرية باليوم العالمي للمتاحف أيضا من خلال مجموعة من المعارض الثرية والمحاضرات المختلفة والزيارات المختلفة للمتاحف المصرية. من مصر، ياسمين جبريل.